ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى قناة تعلم الإنجليزية مع رضوان، أي قناة Learn English with Ridwan. In this lesson, we'll be looking at how to write numerals. So this is the first stage. One. إذا هناك نكتب one. واحد. انظر ولاحظوا كتابي. One. وعندنا two. Two. T-W-O. Two. Three. Three. I'm three. I'm three. نفس الشيء. Four. Five, six, seven, eight, nine, 10. وهناك أيضا قد يسأل السائل لماذا كتبنا من واحد إلى عشرة فقط؟ السبب في هذا هي أن إذا عرفنا كيف نكتب الأرقام الإنجليزية أرقام الإنجليزية أي English numerals أم English word figures، إذا عرفنا كيف نكتب من واحد إلى عشرة يكفينا لكتابة الباقي. ما هو المقصود بهذا القول؟ إذا أردنا أن نكتب 99 أم مثلا لكي يكون سهل مثلا عندنا 55 أي 55 إذا لاحظنا هنا أيضا سنعرف أن 5 موجود بما تعلمنا و 5 أيضا موجود أيضا، بمعنى هذا ليس خارج بما تعلمنا أي how to write numerals. لذلك وقفنا في ماذا؟ في 10. إذا أردنا أيضا أن نكتب 34 في 3 هنا وفي 4 هنا، فالفكرة هنا الفكرة المستخدم هنا نفس الشيء في العربية. فإن شاء الله سنقف هنا وإلى درسنا القادم.